احنا هنحقق في الكلام، وبعدين ما بنشوفش تحقيق ولا بنشوف اي حاجه. الحاجه الثالثه احنا مش عايزين بندي انذار للجيش ان هو ما يعملش اي تلاعب، او للمجلس العسكري بشكل خاص يعني ما يعملش اي تلاعب، ولا يقول ان هو ممكن يفكر ياجل الانتخابات الرئاسيه او ياجل موعد تسليم السلطه. عايزين كمان ناكد على حاجه ان 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 الدستور لازم يتعمل بشكل نزيه، ولازم ياخدوا منه كل طوائف الشعب. اهم حاجه احنا دلوقتي طالعين عشانها نقول لا للمحاكمات العسكريه والافراج الفوري عن كل المعتقلين. انا عن نفسي جايه عشان صديقي حليم.